قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، أخان أحبان في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يشهد الله الإخوة المجموعة الجميلة، حبوا بعض في الله، صحبة عمرة، صحبة حج، بسم الله ما شاء الله بيتنافسوا دائما في الخير. أنا مسمي القصيدة بتاعتي الفتى بركات. أقولها الأول إلقاء وبعد كده أدندن بطريقته ولا أدندن على طول؟ أدندن على طول؟ مش فاضلني. ولا أبيات ولكنها كلمات تعبر عما في قلبي من حب لبركات. You can forget me but can هو أي هم يترجموا لك والله ما فاهم حاجة طبعا. مشهد مبارك والمدارس وحولها أسد غضنفر كم له صولات. جليل بعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. أنت بداية سن الشباب، عيش حياتك، دلع نفسك، شوف الدنيا الحلوة. ربما أكون حريصا على أن أتحدث في أي مناسبة وأكون مشتاقا إلى الكلمات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبتم وطاب ممشاكم هذه الوجوه النيرة وهذه القلوب العامرة بالحب في حفل بهيج بمناسبة خروج أخونا بركات لسن المعاش، وقد سبقناه إلى هذا السن، فأهلا وسهلا به عضوا جديدا في هذا المنتدى. نبدأ حفلنا العظيم في هذا اليوم للتاريخ 13 مايو 2024، وفي شهر الله المحرم ذي القعدة 1445، هذا للتوثيق بالنسبة لأخونا بركة. يبدأ حفلنا بآية القرآن الكريم وهذا الكتاب المحكم التنزيل، آيات بينات، يبدأ بها الأستاذ سيد عبد الرحيم فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. هذه الوجوه النيرة من فجاج الأرض جاءت، سبحان الله، سبحان مجمع هذه القلوب، كل من مكان وكل من قبيلة وكل من محافظة غير المحافظة، سبحان من ألف بالحب هذه القلوب، سبحان من جعل التباين والتمايز بين الشعوب. لكننا جميعا نشترك في فضيلة واحدة، أننا أثرياء. نعم، أثرياء كثيرا بالعلم، أثرياء كثيرا
بالخلق أثرى كثيرا بهذا هذه المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، تعليم الأجيال وغرس الفضيلة في أنفس الشباب. نعم، إني أحب الأغنياء، أغنياء الفضيلة. إني أحب الأثرياء، أثرياء العلم والخلق والأدب سبحانه وتعالى. وأصلي على معلم الناس الخير، ألا يكفيكم أيها النبلاء أن تكونوا ورثة الأنبياء؟ إن الأنبياء لم يورثوا مالاً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اللهم صلِّ وسلِّم على كامل النور محمد صلى الله عليه وسلم. إني أحب ذلك وأحب الخلق، وننبذ كل من شذ عن الطريق وكل من شتت به فكره بعيداً عن هذا الحقل الجميل. ومن مثل المعلم يحق له الفخار؟ ومن مثل المؤدب المهذب الصانع للأجيال يحق له أن تطال أعناقهم الجبال؟ إنكم أيها الأحباب أثرياء، كما أسلفنا الذكر، أثرياء بالعلم والخلق وحسن المعاملة. نبذل العمر كله كما فعل أخونا الأستاذ بركات، يغرس في نفوس الناشئة الحب والعلم والمعرفة والألفة. هكذا دور المعلم الناصح الأمين، وحسن المعاملة خلق إسلامي رفيع نبيل. من أحسن منا خلقا في المعاملة؟ هذا الرجل عرفته على ما يربو عن 30 عاما، بالتحديد 91، أكثر من 30 عاما. ما عرفته إلا ذا يد ندية وقلب رقيق وعلم غزير، وعرفته شفيق رفيق ويسارع في الخيرات كثيرا. فمبارك لك هذا الشأن، ومبارك لك هذه المكانة التي في قلوبنا. معنا شاعر الإسكندرية الأول، ولا أبالغ إن قلت شاعر مصر الأول، على خطى الكلاسيكية تجده، على خطى الرومانتيكية تجده وإن كان مقلا في الرومانتيكية، على خطى الواقعية تجده، على بحور الشعر تجده. إنه الشاعر الكبير صاحب دواوين كثيرة ربما يغفله الكثيرون، ولكنه له أعمال كثيرة مذاعة في التلفاز وقناة اسكندرية وإذاعات اسكندرية، وعضو في الكتاب، كتاب الشعر. إنه الشعر الكبير الأستاذ حمدي الطحان. إلى بركات الخير، تعبيرا عما في قلوبنا جميعا تجاهك من تقدير واحترام وحب وإجلال، تعدو الهموم وتحضر البركات لما يطل بنوره بركاته في كل درب للمكارم والندى تلقاه، تعلو وجهه البسمات، نال المحبة كلها بتواضع وبشاشة فاضت بها القسمات. كم ذا يسابق للفضائل جاهدا فتسابقت لرحابه الحسنات. أكرم بنور ساطع في قلبه فاضت به تقواه والرحمات. أنعم بأخلاق تسامت في الورى قد حازها فتعالت الدرجات. يا للمنابر تزدهي إن يرقها وتهش حين يرومها الكلمات. دانت له لغة البيان، دانت له لغة البيان، فلم تزل تنثال فوق لسانه النفحات. يتزاحم الأطفال عند حضوره لحنوه، كم تسرع الخطوات، وترى الكبار تحلقوا
من حوله لمشورة انحلت الأزمات، لا زال بر الوالدين يحوطه بالخير، فانفرجت له الكربات، ندعو القدير له بسعد دائم وبأن تلازم خطوه البركات، ندعو العلي له بسعد دائم وبأن تلازم خطوه البركات. شكرا. نعاود الكرة مع ابن العم. طبعا ابن العم ما فيش فايدة، الدم بيحن يعني. الأستاذ السيد فادي تفضل. أنا مسمي القصيدة بتاعتي الفتى بركات. أقولها الأول إلقاء وبعد كده أدندن بطريقته ولا أدندن على طول؟ الأول إلقاء أدندن على طول؟ مش فاضل. لو كان للخلق الكريم أمارة كل المكارم حازها بركات، حلول محيا ذو عزيمة ماضية، والصبر يعلم أنه بركات، تشهد مبارك والمدارس حولها أسد غضنفر كم له صولات، تشهد مبارك والمدارس حولها أسد غضنفر كم له صولات. مشهد مبارك والمدارس حولها أسد غضنفر كم له صولات. شكرا للأستاذ سيد. هذه المتعة كلمات من ربيب من أرباب الضاد في الإسكندرية. أستاذ سيد مشهود له بكل شيء جميل في اللغة العربية، لكن دعونا حتى نكون متحيزين نخرج عن عباءة اللغة العربية قليلا ونتجه إلى عالم آخر من أعلام اسكندرية في الكيمياء، الأستاذ سيد منصور. بيرم كونس اسكندرية، فليتفضل. سعدت بوجودي بين الأفاضل الكرام من قمم الإسكندرية، والأخ عبد الحميد الصفتي شرفنا من دمنهور، بارك الله فيه. فخر لي أن أتكلم أمام هذا الجمع العظيم، وأنا لست مؤهلاً للكلام في اللغة وسط قمم اللغة العربية، وما أقوله لا يصنف شعراً ولا زجلاً ولا أبيات، ولكنها كلمات تعبر عما في قلبي من حب لبركات. أخي العزيز الأستاذ بركات، هكذا تمضي الأيام والشهور وتطوى الأعوام. لا أصدق التقينا قبل نحو 20 عام، ذكريات جميلة لم ولن تمحوها الأيام، زيارة الحبيب محمد ورمضان في المسجد الحرام، اللهم ثبت لنا أجرها ولا تحرمنا منها على الدوام. اليوم نلتقي لنكرم أخونا بركات عالم الأعلام، أحببت عملك حباً فاق كل اهتمام، علمت أجيالاً بحكمة وصول اللغة بالتمام، ولغة الضاد دانت لك وعشقتها بالتزام، فصرت فخراً لها على مدى الأيام. الصداقة دوماً رعيتها وسمعنا منك أحسن الكلام، بركات الرضا والخير والسعادة معاني ما ننساهاش، الباء بركة في عمرك مع بداية سن المعاش، الراء رواية بإخلاص بدأتها ولسه ما ختمتهاش، الكف كفاية عشقك لعملك حاجة ما شفناهاش،
الألف ألفت الإبداع فانسى ما يقال سن المعاش. التاء تاريخك فخر وعمر فات ودفعت كاش، واللي جاي بإذن ربك صفحات في ألبوم ما بيتملاش. كمل حبيبي وانسى حاجة اسمها سن المعاش، لو في إيدك فسيلة ازرعها وقت القيامة ما جاش. شكرا يا استاذ. الأستاذ سيد كان أشار إلى مبارك، وربما حد ما يكونش فاهم يعني مبارك. مدرسة مبارك احنا فيها من 94، وتحولت مدرسة يعني نموذجية 95 للمتفوقين أو للفائقين، وكان فيها النخبة كثيرة جدا من الحبابي دول كلهم اللي أنا شايفهم دول كانوا معانا طبعا. والأستاذ سيد كان عبد الناصر، لما ما علم عبد الناصر علم من اعلام اسكندريه، اذا كانت دي في شر استاذ حسن ما لا كلهم بيتحيزوا لمبارك اللي هي شهداء 25 يناير حاليا. طبعا هذه الكلمات الرقيقات من استاذنا الكبير السيد استاذ سيد منصور، طبعا التلقائيه جميله، والقلب النابض بالحب يؤثر. ما كل كلام يدخل القلب، ما خرج من القلب أكيد يقع في القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان. يا ترى بمن نثني؟ بالأستاذ الكبير أستاذ سيد عالم من أعلام الفيزياء في إسكندرية وأخ صديق عظيم من زمان يعني، فليتفضل. هي مش مجهز حاجة، لكن يكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناقر منها اختلف. مش هنلاقي أحسن من الأرواح اللي قاعدة دي كلها تبين صدق هذا الحديث، إن الأرواح دي كلها اتألفت على حب أخونا بركات، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى له الفترة اللي جاية يعني عيشة سعيدة هنية، ويكون معطاء دايما قبل وبعد سن المعاش. وبما ان الداعي لهذا الحفل اخونا حسن نجار ربنا يجازيه عنه خير، وهو اهل اللغه الانجليزيه، هو الاستاذ نور، الاستاذ انور، الاستاذ عصام، والناس كلها بتتكلم في اللغه العربيه، فانا هقول لك بيتين بقى باللغه الانجليزيه. ياما هم قدام شويه، انا دايما بقولهم، لكن هقول لك: if the mountains can fly, if the rivers can dry, you can forget me but can how I. هم يترجموا لك والله ما فاهم حاجه طبعا. طيب انا هنزل بالترجمه عشان خاطر اعوذ بالله السميع العليم من السيد عبد الرحيم، هنزل لك بالترجمه. طيب ايوه الترجمه عشان خاطرك: لو الجبال قدرت تطير والانهار قدرت تجف، انت تقدر تنساني، بس ازاي انا اقدر انساك؟ طبعا الكلام لبركات مش ليك انت. شكرا يا جماعه. حبيبي يا بركات. شكرا يا حبيبي. شكرا يا بركات. كم هو جميل ذا التنوع، كم ذا جميل هذا الذي أسمعه. درر يعني خارجة من القلب فلابد أن تقع في القلب. والآن جاء دور هذا النور المشاع، الرجل الذي ما إن قابلته إلا قد وقع حبه في قلبي صراحة حقيقة، دونما يعرف حتى إذني، لكنني عرفته وأحببته. الآن مع الأستاذ الكبير أستاذ حسن النجار الكبير. بركات يا حبيب قلبي يا جميل يا محترم، عشرتك جميلة وذكريات جميلة معانا. أنا هقول لك حاجة، بحكم إن أنا رئيس مجلس إدارة نادي المعاشات، وكل اللي قاعدين دول محدش دخل فيهم النادي، ومش هنسمح لهم يخشوا النادي إلا لما استأذنوا منك بعد كده. اللي بقوله لك، أنت دلوقتي بداية سن الشباب، انسى كلمة معاش دي من حياتك نهائي.
انت بداية سن الشباب، عيش حياتك، دلع نفسك، شوف الدنيا الحلوة، خف شغلك، خليك كده مع الله، خليك مع اولادك، خليك في بيتك، ابعد عن حسن النجار الانجليزي. هو ده، ابعد عنه كشغل بس في الشغل، عشان هقولك لا اشتغل، ادي الحصة دي، هدي نفسك ونظم وقتك وعيش حياتك. انت كده في بداية سن الشباب، مفيش حاجة اسمها معاش خالص، فيش الكلام ده خالص. ربنا يبارك لك ويفرحك باولادك، وما بعرفش اتكلم كتير بقى، كل سنه وانت طيب حبيبي يا بركات. هتشوفوا موهبه دلوقتي جميله انا اعلمها تماما، الاستاذ وجدي النجار. حقيقي 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 من كل قلبي، القعده ديت لها تقل كتير قوي 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 قوي، وليها جمال كبير قوي عندنا. استاذ بركات من الناس اللي هي متربعه وقاعده جوه هنا، مش عشان هو قاعد، من ايام ما كنت بروح لمحمد وناكلوا السندوتشات وننموا احنا الاثنين في البيت عندك. اه والله استاذ بركات انا ما بعرفش اتكلم. لا مالكش دعوه، مالكش فيه، كفت يا حاج، كفت يا حاج. انا ماليش في كلام، ليا في الدغري على طول، وهقول اللي في قلبي. حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها ميت مساء. يا ليل طول شوية على القعدة الحلوة دي، يا ليل طول شوية على القعدة الحلوة دي، ده الغالي علينا بالي وبركة علينا بالي، ده الغالي علينا بالي والغالي علينا بالي، ده الغالي علينا غالي ولا عمر حيتنسى. حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة، يا ليل بعد سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. يا ليل يا ليل بعد سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا، وبدور أفراح غنوة تجعل أيامنا حلوة، وبدور أفراح غنوة تجعل أيامك حلوة، وتعيش الفرحة دايما في قلوبنا ريبة. طول شوية على القعدة الحلوة دي، ده الغالي علينا بالي وبركة علينا بالي، ده الغالي علينا بالي والغالي علينا بالي، ده الغالي علينا غالي لعمر حيتنسى. حلوين من يومنا والله والله لبنا كويسة. شكرا. أرأيتم هذه المواهب الكثيرة المخبوآت، الدرر في الأصداف، درر في الأصداف، لكن أعلمها جيدا، يعني أعلم أستاذ وجدي أنه راجل يعني بسم الله ما شاء الله حسن الصوت، ندي الصوت وطيب القلب، فأكرمه الله سبحانه وتعالى. كبير المقام لدينا في عيننا، في عيوننا كبير المقام. الحاج عبد الحميد يتفضل يقول لنا كلمه. تفضل. الله اكبر. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ما بعرفش اتكلم والله يا استاذ بركات، بس اللي في قلبي الناس كلها عارفه لهم، يعني ربنا يبارك فيك وفي صحتك وفي اولادك وكل الحاضرين ان شاء الله، ودايما دايما معاكم في الفرح ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم جميعا ونشوفكم دايما دايما بخير ان شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الانسان احسانه.
هكذا علمنا من كبار الشعراء، وهكذا كان ديدن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، تحابوا في الله. هذا الحب يرفع عنا كل ذي شر وينفع عنا كل ذي ألم، وهكذا يدوم الحب بين الأحبة جميعا. والآن مع حبيب آخر وأخ صديق عظيم، الأستاذ حسن النجار الصغير. مبروك لأخونا بركات والأخوة الأساتذة الأفاضل. يعني إحنا بنحسوا بقيمتنا بالمحبة اللي بينا، وزي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، أخان تحباني في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يشهد الله الإخوة المجموعة الجميلة، حبوا بعض في الله، صحبة عمرة، صحبة حج، بسم الله ما شاء الله بيتنافسوا دائما في الخير. الناس دي كلها في شغلها ومدارسها لم يذكر أي شخص بأي إساءة، ولم يشترط مين يشتغل معاه أو مين ما يشتغلش معاه. احنا حزينة جدا على الوضع في بلدنا في التعليم كلنا، لاننا شفنا الضرر وشفنا الناس اللي علمونا وربونا. وانا مع احترامي يعني مع الناس كلها بسم الله ما شاء الله، كل الناس اللي قاعدة لها اياد بيضاء على الطلبة واخواتها واساتذتها، بس انا دايما ليا ذكرى مع الاستاذ بركات خاصة. يعني هو دايما بقول هو اللي اكتشفني كمدرس، هو اللي حسسني بقيمتي كمدرس. كنت انا ماسك التبشيرة مدرسة مبارك مساج 3-13 بالبلوفر الابيض، تمام. ذكرى جميلة. هو كان مشرف الدور، طبعا الجيل الجديد ما يعرفش يعني اشرف دور وازاي ما يسيطر على الفصل. هو لاحظني ان انا ما طلعتش طلبة، ولاحظني ان انا بجتهد مع الطلبة بتوعي مهما كان عاداتهم. فتعلمنا من الناس دي الالتزام، وتعلمنا منها الاخلاص، وتعلمنا ازاي ان الطلبة جوه الفصل وانت مستني حصتك قبلها بخمس دقايق بحيث الطالب ما تضيعش منه دقيقة. شفنا ناس بتتعارك مع ناس عايز اخد حصته وسيبنا اكمل حصتي. شفنا ناس بتحضر الطلبه بتحضر الحصه وازاي بتنسال. وشفنا المدرس اللي هو قلبه جامد زي الاسد يجي له موجه من الاداره، موجه عام، تيجي لجنه من مصر، كل حاجه منضبطه. فبفضل الله سبحانه وتعالى احنا عشنا خير في بلدنا وخير عظيم، وشفنا تعليم واساتذه افاضل اتربينا على ايديها. ونحتسب اخونا بركات ان شاء الله باذن الله من المحسنين في صنعته، المحسن والمجتهد في صنعته. كانش يقعد قدامه للطلبة اوائل اداره شرق، اوائل جمهوريه، الناس اللي كانت بتقدر المدرس بالذهب، عارف ان هو اي سؤال هيساله في اي لحظه هيرد عليه. فدي قيمه لا تتخيله. احنا كنا مدرسه مبارك دي متفوقين، العيال كلها جينيوس، انت مش عارف تميز مين شاطر. المجموعه كلها العيال كلها بتقفل. فطبعا ده طالب ما يملاش عينيه الا مدرس كفاءه. فكل الشكر للاستاذ بركات على فطرته الاستاريه في التربيه والتعليم، وبنشكره كزملاء وكاخوات. هو اخونا الاكبر، وبكرر كلامي شكر للجميع لتلبيتهم حضور الحفل الجميل اللي هو غير متوقع الصراحه، وكلمات طالعه من القلب. وغير احنا التنظيم ده بسم الله ما شاء الله تنظيم والله رباني، صدقني احنا ما كنا نتوقع الجمال والحضور والوجوه الجميله. وانا بشكر الجميع وشكرا للاستاذ بركات. الاستاذ حسن اكد على ما قلت اننا اثرياء بالتاثير في المجتمع، اثرياء بالتاثير في طلاب كثر في كل مجالات. والله مهما بذل المعلم ومهما عانى معاناه شديده الا انها لا تساوي دعوه من طالب، دعوة من إنسان تجده في الشارع يفتح باب العربية ولا كركب يا أستاذ والله ولا تعرفه، اتفضل راح في لازم أوصلك، وقول والله لو وصلك لغاية البيت يا أستاذ كل اللي أنا لابسه ده أنت لك فيه، هذا القميص هذا ارتديه أنت لك فيه، أنت صاحب الفضل. هكذا علمنا قبل هذا أن يكون الخلق. يعني لا نتخيل أبدا المجتمع بدون معلم، تنهار القيم وتنهار الأخلاقيات وتصبح كما تعلمون في كل مكان. فعلا المعلم قيمة، ولا بد أن يشعر بقيمته مهما كان، ولا بد أن يشعر بقيمته بقيمة الغرس الذي يغرسه. شكرا للحاج حسن. والآن مع أخ حبيب وصديق عظيم علينا الأستاذ مصطفى فايز فرنسي. بنبارك لأخونا بركات وصوله سن الكمال، ورب يمتعه بالصحة والعافية. بركات أنا دايما أقول له عشرة العمر، إحنا
احنا يعني سنة 94 اول يوم دخلت انا وحسن مدرسة مبارك كنا لسه شباب صغيرين، كان عندي 24 سنة كنا حاجة صغيرة. اول واحد استقبلنا بركات، اول واحد اقتنع بينا بقدراتنا هو بركات. كان في تليفون بيتعمل بالليل كل يوم الساعة 9 بالليل لما نروح، نمرة بتاعت حسن ونمرتي وبركات لازم يطمن علينا كعياله الصغيرين، دي ما تتنساش طول العمر. يعني الحاجات اللي مش هننساها طول عمرنا ان بركات كل يوم بالليل وهو في بيته كان لازم يطمن على اخواته الاثنين الصغيرين. يمكن ربنا كرمنا بعد فترة بدأنا نسافر مع بعض عمرة، وكان لنا الرابع بتاعنا ربنا يحفظه يسري عبدالله، وكانت نعمة الصحبة. اول عمرة طلعناها مع بعض احنا الاربعة كده في اوضة واحدة، والبراءة دي اتجمعت في مكان واحد في الحرم، دي من الذكريات اللي ما تتنساش مع بركات. لو قعدنا نقلب صفحات صفحات الذكريات الجميلة كلها مع بركات، الايام الحلوة كلها مع بركات، الحنية ولما يحس انك زعلان ولما يحس انك عندك مشكلة. لا يعني بركات مهما قلت من هنا لايام مش هوفي حقه. كفاية زي ما قلت لكم ان احنا كنا لسه داخلين شباب صغير انا وحسن، واللي كان مقتنع بينا 100% وكان في ظهرنا دايما واحنا لسه صغيرين هو بركات. يعني ربنا يمتعك بوقتك ربنا يمتعك بعمرك ويبارك لك في ولادك، يبارك لك في محمد واخواته ويمتعك بوقتك دايما. انا ليا مقول انا واخويا حسن كده، نفسنا يجي اليوم نقول يا حسن نلبس الجلابية البيضاء ونقعد في جامع شعراوي. بركات ربنا كرمه النهارده دخل نادي الجلابية البيضاء. ربنا يمتعك بوقتك وتبقى في طاعة وعبادة دايما وقرب من ربنا، وان دايما يا رب احرمنا من القعدة الجميلة دي. انتوا شوقتونا ان الواحد يطلع معاش عشان يسمع الكلام الجميل والقعدة الحلوة والصحبة الحلوة دي. كل سنة وانت طيب يا حبيبي وربنا يبارك لك يا رب. الحاج مصطفى فايز يستحق الخير الكثير، وهذه الكلمات النابعة من القلب. ونصل إلى محطة أخرى في هذه الوجوه النيرة للأستاذ أيمن هلال، فليتفضل. عالم من عالم الكيمياء في اسكندرية. السلام عليكم. الأول أنا ما أعرفش أتكلم كتير يعني، بس ألف مبروك بركة وربنا يكرمك يا رب ويجعلها يا رب سنة دي وبداية خير لك وأسرتك كلها، ويكرم لك أولادك يا رب وفرحك بيهم يا رب. وأحب بس أشكر أستاذ حسن نجار على اللمة دي والله، مع إني زعلان منه إنه ما عملنيش حفلة برضه عشان أطلعت على المعاش. بس بركات ليه هو السيد العوكي ليه جمايل على حسن نجار. ألف مبروك يا بركة وربنا يكرمك كده يا رب ويفرحك بأولادك يا حبيبي. والآن جاء الدور، دور العريس، دور المحتفى به، الأستاذ بركات فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما أكون حريصا على أن أتحدث في أي مناسبة وأكون مشتاقا إلى الكلمات. ولكن هذا المشهد الذي أراه وأراه بعيني، حب زملائي من القلب، وأنا لا أستحق هذا. هذه الوجوه الذي أحببتها وتعاملت معها منذ أكثر من 30 عاما أو في ناس أكثر من 20، لم أجد إلا كل حب واحترام وتقدير من الأخوة الحاضرين جميعا. ولا أنسى أخي الذي لم تلده أمي بل هما أخوان، الأستاذ حسن النجار أستاذ اللغة الإنجليزية، فعلا هو الأخ.
وهو الصاحب وهو السند. من يعرفه يستفد منه كثيرا في الرجولة والشهامة والمروءة والكرم والعطاء والرقي. إنسان جزاه الله كل خير. وأنا متشكر للأستاذ حسن على هذه الاحتفالية، كما أشكر أخي الذي لم تلده أمي منذ عام 94 الأستاذ مصطفى فايز. كما قال كنا يوميا نتواصل مع بعض بالتليفون، ثم ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بدل الأستاذ حسن والأستاذ مصطفى أخوة كلهم المتواجدين أحببتهم من قلبي. كل الحاضرين لكم كل الشكر، وأنا أشكركم على حضوركم. حضوركم شرف لي، حضوركم سعادة لي. كم أنا سعيد بهذه الوجوه وهذه الكلمات، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي على خير. ولو أنا اتكلمت على كل واحد ربما يأتي صلاة الفجر ولم أكتفي. كل واحد ليه معايا ذكريات وليه معايا مناسبات وليه معايا أيام جميلة. أقسم بالله العظيم وأنا على حق وأنا صادق، أنا أحبكم جميعا في الله، والله العظيم أنا أحبكم حبا كثيرا لا نهاية له. كل إنسان وكل أستاذ وكل أخ، أولادي في البيت عارفين كل زميل من اللي عندهم، فيش واحد موجود إلا وبناتي ولا محمد ولا الحاجة عارف الأستاذ سيد منصور، عارف الأستاذ عوض، عارف الأستاذ سيد عبد الرحيم، عارف الأستاذ أيمن، ما فيش باش مهندس، الأستاذ محمد رزق، كل الناس عارفينهم. ده دليل حب لكم، وأنا متشكر جدا جدا يا جماعة. ونلتقي في الأفراح والمناسبات، وشكرا جزيلا شكرا جزيلا، ما نحرمش منكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. شكرا 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 يا جماعة. يا بركة بحبك يا بركة. شكرا جزيلا شكرا. ختاما، كم نحن سعداء بهذا الجمع الجميل. الله سبحانه وتعالى يسعدكم جميعا ويبارك في ذويكم ويجعلكم على المحبة والإخاء دائما مجتمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.